اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فيديو النهارده المستودع السلي مخرج 18، مستودع الجوده المخفضه بمدينه الرياض، والناس اللي كانت منتظره ملابس الاطفال، ملابس الاطفال متوفره عندهم بكميه حلوه قوي ان شاء الله على 5.75 ماركه بيسك. من رضع ل 14 سنه هتلاقوا المقاسات من رضع ل 14 سنه، والسعر 5.75 يعني يا بلاش ملابس اطفال. بالنسبه لملابس شي ان، ملابس شي ان يا جماعه اللي متوفر حاليا كميه بسيطه، يعني علشان ايه الناس اللي هتروح مخصوص عشان ملابس شي ان، الكميه اللي موجوده مش نفس الاول، لان خلاص يعني ما شاء الله كان عليهم طلب غير عادي والحاجه كانت تستاهل بصراحه. اما الان متوفر ملابس اطفال بكميه حلوه، يعني اللي عايز يروح اليوم ويروح بكره علشان ياخد ملابس اطفال، لا روحوا براحتكم. من مقاس رضع ل 14 سنه ب 5.75 يا بلاش. لو خدتوا بالكم سعر قطع مكتوب عليها 37 واسعار تانية مختلفه، لا هتاخدوها على 5.75 زي ما انتوا شايفين. مقاس 13 14، الفيديو صغير كده دقيقتين دقيقتين وشويه علشان بس خاطركم، قلت انزله لكم عشان تلحقوا على الحاجه، يعني بيسك من ماركه بيسك. كميه حلوه شايفين، ودي احلى حاجه بصراحه لما بتنزل كميه، تنزل كميه يعني تكفي الناس كلها. بس انتوا عارفين الناس يعني بتاخد يعني القطع لنفسها فيها، يعني بتاخد كميه برضو، محدش بياخد حاجه كده واحده كده ويمشي او حاجتين ثلاثه، لا البضاعه بيبقى فيها الطمع دي حقيقه. على 5.75 ان شاء الله. برضو هسأل لكم على بضاعة شي ان هتتوفر تاني امتى، قريب لا لسه كده، انا معاكم يعني باذن الله في الجديد وهقول لكم. من ماركة بيسك اكيد المستودع اسعاره اقل من بره، دي حاجة معروفة يعني، وإلا الناس ما كانتش هتروح له المسافة دي كلها. كانت 17 في الاول، دلوقتي على 5.75. طبعا هتلاقي قطعة، هتلاقي قطعتين على حسب الطقم اللي محطوط جوه الكيس. اشوفكم على خير باذن الله، فيديو جديد.